النهاردة بإذن الله هنتكلم على فيديو مهم جدا، هو الكتروكارديوجرام. طبعا موضوع الالكتروكارديوجرام هنقوله في أكتر من فيديو علشان نفهمه مع بعض. كلمة الكترو معناها كهرباء، والكارديو هو القلب، أما كلمة جرام معناها الورقة، ورقة تسجيل كهربة القلب، ودي مهمة قوي نكون عارفينها. على فكرة تسجيل كهربة القلب مبنية أساسا على الكوندكشن. فيديو الكوندكشن أنا هعيدهولك تاني علشان تكون فاهم الفكرة. البداية بتاعتنا هو الاس اي نود، ده الاس اي نود بتاعي، تمام. الاس اي نود بيبعت الامبلس لنود صغيرة اسمها اي في نود، تمام. والاي في نود بيبعت الكهرباء في تو باندل برانشز، حتى سميتهم باندل اوف هيس. والباندل اوف هيس في النهاية بيتفرع زي الشجرة يمين وشمال، وده اسمه بيركينجي فايبرز. طيب الكلام ده كلنا عارفينه، ان الامبلس ماشية في السلكين او التو باندل برانش، في الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل في وقت واحد. كل الكلام ده احنا عارفينه. طيب المعلومة المهمة اللي انا عايز اقولها لك دلوقتي، انه الوول اوف ذا ليفت فنتريكل بيبقى السمك بتاعه السيكنس 3 اضعاف السيكنس اوف ذا رايت فنتريكل، يعني نسبة 3 إلى 1 في السيكنس، تمام. طب ده ليه؟ أول حاجة لازم تكون عارفها، كل ما يزيد السيكنس كل ما تبقى فيه ريزيستنس أكتر لمرور الكهرباء، يعني اتجاه الكهرباء سينتهي عند الوول اوف ذا ليفت فنتركل، في مقاومة أعلى، بعكس جدار الرايت اللي بيبقى السيكنس أقل. علشان كده يجي يقولك لو انت عايز تعرف المحور بتاع الهارت، كلمة محور اللي انا رسمه باللون الاحمر هو الاكسس اتجاه الكهرباء في القلب، اقولك داونورد تو ذا ليفت، يبقى اتجاه العام للكهرباء في قلبك بدايته هو اس اي نود ونهايته في الوول اوف ذا ليفت فنتركل، يبقى دي النهايه وده البدايه، ويبقى الاكسس بتاعنا الاتجاه داون وتو ذا ليفت. طب السؤال المهم الان، هو انا استفدت ايه من الفكره دي؟ اقول لك انت استفدت ان اي كهرباء في الهارت تتحرك ناحية الشمال هنرسمها فوق الخط. يعني ايه فوق الخط؟ قبل ما نيجي نرسم، دايما تسجيل كهربة القلب بتبقى على ورقة رسم بياني، ورقة مربعات، نتخيل ان الورقة بهذا الشكل، دي الورقة بتاعتي اللي انا هسجل عليها الكهرباء. فكلمة فوق الخط يعني ايه؟ قالوا تعالى نعتبر مثلا ان ده الخط اللي احنا هنسجل عليه كهربة القلب، هو البيز لاين بتاعي، هو ده البيز لاين اللي على اساسه هنسجل الكهرباء. اي كهرباء هتتحرك ناحية الشمال ارسمها فوق الخط. طب لو تتحرك ناحية اليمين ارسمها تحت الخط، يبقى البيز لاين
هرسم عليه كهربة القلب. طب يا دكتور ايه اهمية انك تفكرني بالكوندكشن قبل ما تشرح الرسمة؟ لان الرسمة مبنية على هذه الفكرة. الراجل اللي اكتشف رسم القلب اسمه اينت هوفن، ده راجل ألماني. الراجل ده حط قانون قال any impulse move to the left هسجلها positive wave، وهنشوف ازاي اي كهربا تتحرك ناحية الشمال. positive يعني positive يعني فوق البيز لاين. طب والعكس اي كهربا تتحرك ناحية الرايت قال انا هسميها نيجاتيف ويف وهنديلها رمز ليها. طيب نبدأ الآن بالرسمة. طبعا انا همسح ورق المربعات لسبب علشان الرسمة تبقى واضحة بالنسبة لك، بس تكون عارف ان احنا في الاساس بنرسم على ورقة الجريف. فنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. في البداية الكهرباء بدأت منين؟ تقول لي اس اي نوت، ده في الرايت اتريوم. طيب دي البداية، عشان كده اينتهوفن قال لنا البداية بتاعتنا اهي. ايه ده؟ انت راسم موجة. طيب فين الخط؟ فين البيز لاين؟ هعمله بالشكل المنقط اللون الاحمر اللي ظاهر قدامنا. المنقط ده هو البيز لاين. اول موجة اترسمت تمثل ايه؟ اللي انا حاطط عليها السهم تمثل رايت اتريال دي بولاريزيشن، وده بالمنطق اول جزء اتكهرب اس انود اللي في الرايت اتري. طب يا دكتور احنا ملاحظين انك راسم نص دايرة، يعني الموجة مش كاملة. ليه؟ لان انا قاصد شيء معين. بصوا بقى، لما بدأت الكهرباء في الرايت اتريوم، الرايت اتريوم بيدي الكهرباء بتاعته للليفت اتريوم. بص على اتجاه السهم ده، هتقول لي ماشي بالعرض. دايما الكهرباء تروح للليفت اتريوم عن طريق باندلز، عن طريق حزم. الحزم دي بتوصل الرايت بالليفت اتريوم. هسمي الباندلز انتر اتريال باندل، اي الحزم اللي ما بين الاتريوم وبعض، انتر اتريال باندل، ودي مهمة جدا. طيب اتجاه الكهرباء بالعرض علشان الليفت اتريوم يحصل له دي بولاريزيشن، بص الاتجاه اهو. طب والاكسس فين؟ داونورد اند تو ذا ليفت. هل يا ترى الاتجاه ده نازل مع الاكسس او الاتجاه العام للكهرباء؟ تقول لي لا، علشان كده هرسم النص التاني من الموجه كده، هنقطه عشان يبان ايه اللي حصل. النزله دي ليه انت نزلتها كده؟ لسبب، لان دي تمثل مين؟ ليفت اتريوم دي بولاريزيشن، يعني النص التاني من الموجه اهو. انا عملت خط منقط عشان اقسم الويف نصين. النص التاني من الموجه يعتبر ايه؟ يعتبر نيجاتيف بالنسبه للنص الفوقاني. يبقى النص الفوقاني بوزيتيف والنص التاني النازل هو النيجاتيف. طب الموجه دي على بعض اسمها ايه؟ بي ويف. اول موجه تتسجل في رسم القلب هو البي ويف، رمز للاتريال دي بولاريزيشن. خلي بالك من الكلام، هتقول لي طيب
ليه يا دكتور ما قلتش ان البي ويف ده رمز للاس اي نود دي بولاريزيشن؟ ارد عليك واقول لك ان الاس اي نود هاز سمول ماسل ماس، وفي قاعدة تانية هقولها النهاردة. القاعدة الأولى إيه؟ السيكنس كل ما يزيد يشد اتجاه الكهرباء ناحيته في مقاومة عالية. القاعدة التانية كل ما تسجل الكهرباء من مكان صغير، الاس انود ده الكتلة العضلية فيه صغيرة، الكهرباء ما تتسجلش خالص او تتسجل ضعيفة. في الحالة بتاعتنا احنا مش هنسجل الـ SA نود دي بولاريزيشن، انا هسجل اتريال دي بولاريزيشن بشكل عام. طيب قبل ما نكمل بقية رسم الكهربي للقلب، لازم تعرف نقطة مهمة. الويف دي ليها بداية اهو وليها نهاية. اسألك مدة الويف قد ايه؟ بمعنى احنا اتفقنا ان انا بسجل كهربة القلب على ورقة جراف، ورقة الرسم البياني، تمام؟ علشان كده هتلاقي فيه مربعات صغيرة ما بين البداية والنهاية اللي هي الزرق، دول اللي سمول سكوير. طب يا دكتور مدة المربع الواحد قد ايه؟ جهاز رسم القلب بيبقى مكتوب عليه 25 ام بير سكند على الورقة، يعني الورقة مكتوب لك كده سرعة الجهاز انه يرسم 25 مربع صغير في الثانية. تعال نقول كلام بسيط، 25 مربع صغير بيترسموا في 1 سكند. طيب انا عايز اعرف مدة المربع الواحد قد ايه؟ هتقول لي عادي 1/25، ده ديوريشن بتاعك، ده المدة. طيب 1/25 يعني كام؟ يعني 4 من 100 ثانية. يبقى اذا عايز استنتج نقطة تالتة النهاردة، ان مدة المربع الواحد كديوريشن كمدة تساوي 4 من 100 من الثانية. ودي نقطة مهمة قوي. هتقول لي طب يا دكتور يعني ايه؟ يعني انا لو عديت عدد المربعات ضربتها في 0.04 يطلع لي الديوريشن اوف ذا بي ويف. تعالوا نقول كلام مهم قوي، البي ويف ده بيبقى تقريبا مربعين، يعني انا كبرت لك عدد المربعات، يعني البي ويف تقريبا مربعين، يعني 2 × 0.04 8 من 100 من الثانية. يبقى انا عرفت مدة المربع دلوقتي. طيب ناقص نقطة مهمة، عايز اعرف ارتفاع المربع. يعني ارتفاع، ادي القمة بتاعتي اهي، اهو ده البيك بتاعي وادي البيز لاين. دوري ان انا اعد عدد المربعات، انا عاملها بالاحمر اهو مثلا من اول البيك الى البيز، عد عدد المربعات. فسألنا اينتهوفن سؤال، قلنا له هو الارتفاع بتاعنا كام؟ قال قانون جميل، قال الفولتج بتاعتك او الامبليتيود
ارتفاع الرسمة العشر مربعات بالطول تساوي 1 ملي فولت. العشرة بالطول بواحد. طب أنا عايز ارتفاع المربع الواحد يبقى كام؟ تقول لي 1/10 0.1. يبقى إذن أنا عرفت نقطة، مدة المربع الواحد 4/100 ثانية، وقلت لك جت منين، وارتفاع المربع الواحد 0.1 وقلت لك جت منين. على فكرة البي ويف كفولتج الامبليتيود او الفولتج بتاعته تقريبا بيبقى 1.2 تقريبا. طيب يبقى انا عرفت كل تفاصيل البي ويف تمثل ايه، الاسندنج بارت او الابر واللور بارت، واللور بارت ده نيجاتيف للابر، والمده والارتفاع. تعالوا نكمل رحلتنا. واحنا بنكمل الرحله تعالى بقى نوسع لنفسنا علشان نشوف ايه اللي حصل الان، وده مهم جدا نكون عارفينه. اهو انا رسمت البي ويف، وادي البيز لاين بتاعي. تمام، بصوا بقى دلوقتي فين الامبلس؟ ثابت الاس انود وراحت للاي في نود. فبصوا تترسم كخط، اعملها بلون تاني اهو بالاسود. ادي البدايه بتاعت الخط، وادي النهايه بتاعته. طبعا الخط اللي انا رسمه دلوقتي ده اسمه سيجمنت. اول ما اقول سيجمنت تقول لي خط، خط يعني مش موجة لا طالع ولا نازل. قالوا طيب هنسميه ايه؟ هنسميه بي ار سيجمنت. وتعالوا نفهم ليه اتسمى بهذا المسمى. كلمة سيجمنت يعني نهاية بدايته، هي نهاية موجة، نهاية البي، وما قبل موجة جديدة، يعني السيجمنت ما بين موجتين، نهاية ويف وقبل بداية ويف جديدة. طيب عايز اعرف يمثل ايه، ودي مهمة قوي. اي في، بص بقى اي في نودال كوندكشن، ودي مهمة جدا. انا ليه قلت نودال؟ ودي اعلم عليها، لان الامبلس الان في الاي في نود اهي لسه ما نزلش للفنتركل. طيب النقطة المهمة البي ار سيجمنت، ازاي احدد الديوريشن بتاعه؟ نفس الطريقة، عد عدد المربعات من اوله، اول السيجمنت حتى النهاية، كل ده يتعد ونضرب في 4/100. ده عادي جدا. طب دكتور ليه قلنا ار؟ هو الار ده رمز لايه؟ هنعرف دلوقتي. طيب ده بي ار سيجمنت، الكهرباء ثابت الاي في نود وراحت للسبتم اللي انا بشاور عليه، الحاجز اللي بين الرايت والليفت فنتركل. الكهرباء الان هنا في السبتم اللي بين التو فنتركل. باين قدامك حاجه، انه السبتم ده خط، باين كده ان السبتم ده خط، ولكن السبتم في الحقيقه سيكنس، السبتم سمك اهو، يعني السبتم عبارة عن هذا المنظر، هو سيكنس سمكه. طيب ليه ده مهم؟ عايز تقول ايه؟ اصل السبتم كسمك
هنا ليفت بارت بتاعه ليفت سايد، وهنا الرايت سايد، ليه ناحيتين شمال ويمين. وتعالوا نتفرج على اللي هيحصل اهي. ادي عندي التو باندل برانشز. المعلومه الجميله ان اتجاه الكهرباء او اول مكان دي بولارايزد في السبتم هو الناحيه الشمال. ايه ده؟ قبل اليمين. طب ليه يا دكتور؟ قالوا في سلايت ديفييشن، انحراف او ميل طبيعي، البندل ناحيه الشمال بتاع السبتم اكتر من ناحيه اليمين. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اتجاه الدي بولاريزيشن اوف ذا سبتم من الشمال لليمين، ودايما اقول لك قارنه بالاكسس. الاكسس بتاعنا اتجاهه داونورد اند تو ذا ليفت. واضح ان السبتم لما يبقى دي بولارايزد، لاحظنا انه الدي بولارايزيشن عكس الاكسس. واين تو هوفن قال لنا اي كهربا هتتحرك يمين هسجلها تحت البيز لاين. فين بقى تحت البيز لاين؟ اهي بص معايا، اهي ده اللي انا قلته اهو. فين البيز لاين؟ ادي الاحمر المنقط اهو، ده البيز لاين بتاعي، هو دي المسطره اللي انا شغال عليها، وهنشوفها في فيديو في القناه عملته ازاي نقرا كعملي نورمال اي سي جي. يبقى النزله الصغيره دي تمثل سبتال دي بولاريزيشن، وبالاخص اسمها كيو ويف. يبقى الكيو ده رمز الايه؟ سبتال دي بولاريزيشن. تمام. طب دكتور عندنا سؤال، هو ليه انا لما جيت رسمته صغير؟ خلي بالك الكيو دايما بتبقى صغيرة، وكمان ممكن تكون اصغر من كده، يعني لو انت انا كبرتها علشان تبان، يعني ممكن تلاقي الكيو كده صغيرة قوي نازلة لتحت. ليه؟ فاكر القانون اللي قلناه او القاعدة التانية؟ كل ما يكون المصل ماس قليلة، كل ما تكون الكهرباء اللي انا بسجلها منها ضعيفة. عشان كده اتسجل السبتم دي بولاريزيشن قليل، ده الكيو ويف. تمام. طب وبعد كده الكهرباء تمشي في التو باندل برانشز يمين وشمال، وتنزل هنا عند الايبكس اوف ذا هارت. انا عايزك تعتبر الهارت كانه مثلث مقلوب. هو مثلث مقلوب. يعني بص، ادي المثلث المقلوب بتاعي ازاي؟ الايبكس قمته تحت، طب والبيز؟ البيز فوق اهو. يعني فين البيز اوف ذا هارت؟ ادي البيز بتاع الهارت، ده البيز. هتقول المفروض ده البيز في القاعده الهندسيه، اقول لك لا، ولكن في الناحيه الطبيه البيز اوف ذا هارت هو الوول اوف ذا ليفت فينتريكل. يعني هو مثلث مقلوب، ايبكس اهو، ولكن البيز جدار الليفت فينتريكل. طيب احنا ملاحظين حاجه، الكهرباء مشت في التو باندل برانش في السلكين في وقت واحد، وصلت للايبكس وكمان للتو وولز، الوول بتاع الرايت والليفت فينتريكل في آن واحد. وبما ان هما وصلوا مع بعض، يعني دي بولاريزيشن بتاع التو فينتريكلز ات ذا سيم تايم. طب ده مع اتجاه مين؟ الاكسس. علشان كده التكمله بتاعتك الويف
هتكبر. ليه؟ لأنك مسجل الكهرباء من large muscle mass. بص معايا اهي، ادي الوضع بتاعك اهو. ايه اللي حصل في الويف ده؟ الويف كبرت قوي وفوق البيز لاين. يبقى الار ده رمز لايه؟ رمز للديبولاريزيشن بتاع الايبكس اللي هو ده، وبتاع البوس فينتريكلز رايت وليفت وول، كهربة الجدارين في وقت واحد. يبقى عندي بي، وادي مسافة سيجمنت رمز للاي في نودل كوندكشن، ثم ار. تمام. طيب انت لسه قايل لنا معلومة انه الوول اوف ذا رايت اوف ذا ليفت فينتريكل السمك بتاعه اكتر من الرايت 3 اضعاف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكهرباء هتتاخر انها تمر في الجدار الليفت فينتريكل. اقول لك اه، بص بقى، الكهرباء في جدار الليفت فينتريكل هتمشي ازاي؟ هتمشي من ورا، هتمشي على البوستيريور سيرفس اهي. كهرباء ماشيه باتجاه الاسهم، ماشيه from the posterior part of the base. وهنا انا عندي سؤال، هل الكهرباء اللي ماشيه في الجزء الخلفي من الوول هتكمل وتطلع لفوق عند الليفت اتريوم؟ قالوا لا، عمر ما ده هيحصل. طب ليه مش هيحصل؟ لاني هنا انا عندي اي في رينج قلناها في المقدمه، والاي في رينج الحلقه دي بتمنع ان الكهرباء تطلع، بالعكس يمنع الريترو جريد كوندكشن. يعني معنى كده ايه؟ لازم الكهرباء ترتد اهو، وارتدادها بيبقى فين؟ شايف؟ بص على اتجاه السهم، ارتداد الكهرباء اللي ماشيه في البوستيريور بارت اوف ذا بيز، السهم مشاور يمين، وده عكس اتجاه الاكسس اوف اين تو هوفن، علشان كده تتسجل الويف لتحت واسميها اس ويف. يبقى الاس ده رمز لايه؟ رمز للدي بولاريزيشن اوف ذا بوسترو بيزل بارت اوف ذا ليفت فينتريكل. يقول لك اند بالمونري كونس، والبالمونري كونس تعالوا نرسمها مرة تانية علشان تتخيلها بشكل جميل في النهاية بعد ما بنينا الفكرة. اهو ادي البي، ثم خط بي ار سيجمنت كيو ار اس، ادي المنظر بتاعك اللي انت هتشوفه دلوقتي على ورقة المربعات، بي كيو ار اس. الكيو ار اس على بعضها اتسمت اس، كيو ار اس كومبلكس. خلي بالك من الكلمة، كلمة كومبلكس يعني مركب. ايوه، انا مركب من كذا موجة، الكيو اولا ثم الار ثانيا ثم الاس ثالثا. ايوه انا كومبلكس. وعلى فكرة الكيو ار اس كومبلكس ده هنعرف في الفيديوهات القادمة شكله يتغير امتى. يعني انت بص معايا، من الكيو للاس لو عديت المربعات بالعرض تلاقيهم مربعين بالكتير في الطبيعي، اتنين تلات، حاجة قليلة قوي، الديوريشن قليلة. يعني كيو ار اس اقول لك ايه؟ تلات مربعات. فتيجي تقول لي يبقى مدته كام؟ اربعة من مية في تلاتة، اتناشر من مية، يقول لك الى عشرين من مية ثانية.
ده الديوريشن الطبيعي. طب اسالك سؤال، طب الكيو ار اس كارتفاع تعمله ازاي؟ هل يا ترى تعد المربعات من اول الار الى نهايه الاس؟ تقول لي لا. لا ليه؟ لان الار ده ايه؟ بوزيتيف ويف، وده مهم جدا. طب والكيو والاس ده نيجاتيف ويف، ازاي اجمع البوزيتيف مع النيجاتيف في وقت واحد؟ امال انا اعمل ايه؟ انا باخد محصله ما بينهم. يعني اقول لك ايه؟ ارتفاع الار كام مربع؟ طب اعرفه ازاي؟ عادي، ده البيز لاين بتاعك. عد عدد المربعات من قمه الار الى البيز لاين، شوف هو كام، ماينس عدد المربعات اللي بتمثل اكتر موجه نازله لتحت. مين اكتر موجه نيجاتيف عندك؟ تقول لي الاس ويف. اهو اعد عدد المربعات. يعني مثلا لو فرضنا ان الار فرضا 10 سمول سكوير ناقص الاس، ده الموست نيجاتيف، والاس ده طلع مثلا مربعين صغيرين، 10 ناقص 2 يساوي 8 مربعات بالطول. واحنا لسه متفقين ان ارتفاع المربع الواحد ب 0.1 فاضرب 8 في 0.1 تطلع مثلا 8 من 10 ملي فولت. يبقى الكيو ار اس يمثل ايه؟ فنتريكولار دي بولاريزيشن، بداية الدي بولاريزيشن. طيب عايز اسأل سؤال مهم، هو دي بولاريزيشن لازم اسجل وراها ايه؟ هتقول لي الري بولاريزيشن. بس قبل ما اجي اكمل انا عندي سؤال، هو انت قلت لي ان البي تمثل الاتريال دي بولاريزيشن، طب يا ترى فين الاتريال ري بولاريزيشن؟ انت يا دكتور ما ذكرتوش ودخلت على الفنتريكل على طول. هقول لك معلومه مهمه، اتريال ري بولاريزيشن جه في نفس وقت تسجيل الفنتريكولار دي بولاريزيشن. هتقول لي ايه يعني؟ ايه يعني ان جم في نفس الوقت؟ قاعده مهمه النهارده في بدايه الاي سي جي، في بدايه رسم القلب، لما يجي كهربتين في وقت واحد انت ما بتسجلش الاتنين، انت بتسجل الكهرباء الاقوى. مين الاقوى؟ فنتريكولار طبعا. فالفنتريكولار دي بولاريزيشن عمل ايه؟ ماسكينج، حجب، منع الاتريال ري بولاريزيشن انها تتسجل. ودي قاعدة النهاردة، النهاردة احنا بنقول قواعد، ان الاكسس داونورد تو ذا ليفت، اي كهرباء غير الشمال تتسجل تحت البيز لاين، قاعدة أولى. قاعدة تانية، كل ما يبقى الماسل ماس صغير يا إما ما سجلكش خالص زي الاس انود، أو أسجلك بكهرباء ضعيفة زي السبتة. القاعدة التالتة ودي مهمة، لما يجي كهربتين في نفس الوقت أسجل الأقوى، بدليل الكيو آر إس كومبلكس ماسك الإتريال ري بولاريزيشن. أيوة حصل إتريال ري بولاريزيشن ولكن ما تسجلتش، حصلت بس هي فين؟ مش شايفينها. طيب كأن كيو ار اس كومبلكس اتركبت فوق رسمة اتريال ري بولاريزيشن. طيب قبل ما نقول الفنتركل ري بولاريزد عايز اقول لك على حاجة،
لو انا اخدت من بداية البي اهو الى بداية الكيو، الخط اللي انا بشاور عليه ده، من اول البي حتى بداية الكيو، ده رمز الايه؟ قبل ما نقول رمز الايه افهمك، البي ده اتريال دي بولاريزيشن، تقول لي ماشي، والكيو ده سيبتال دي بولاريزيشن، كأني بقول لك نقل الكهرباء من الاتريال الى الفنتريك. ما هو اول مكان يتكهرب في الاتريوم هو الاس اي نود، واول مكان يتكهرب في الفنتريكل هو السبتم. علشان كده هنقول مصطلح جديد النهارده اسمه بي ار انترفال. كلمه انترفال معناها الفتره الزمنيه او المده من الاتريوم الى الفنتركل، فتره زمنيه. طب الفتره الزمنيه دي يبقى اسمها ايه؟ اي في كوندكشن، هو نقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتركل. هتقول لي يا دكتور بس انا متلخبط في حاجه، انت لسه قايل اي في نودل كوندكشن. نودل لو انا في الاي في نود سبت البي، بص، ولسه ما وصلتش للكيو، يعني انا لو جيت حطيت دايره على السيجمنت ده يمثل ايه؟ اي في نودل. انا في الطريق بين الاس اي نود وبين الفنتركل، يعني انا في نص السكه. طيب لو قلت اي في كوندكشن معناها من اول الاتريوم حتى بدايه السبتم. في قاعده عايزك تعرفها، كلمه انترفال معناها ان الويف داخله في الحساب، في ويف، في موجه لازم تتضمن اهي، ده موجة البي وهنا عندي الكيو، فانا عندي موجة واضحة داخلة معايا. طب دكتور عندنا سؤال، هو ليه حضرتك دايما يتقال بي ار والمفروض كان يتقال بي كيو انترفال؟ ليه بتقول ار؟ لسببين. الار ده يمثل ايه؟ الديبولاريزيشن اوف ذا ايبكس والوول بتاع الرايت والليفت فنتركل. لما انا اقول ار ده رمز ان الكهرباء عدت من السبتم ونزلت للايبكس. دايما نعبر بالاقوى، نعبر بالويف، بص الار الاعلى الاكبر، زي ما قلت بي ار سيجمنت، يعني ما يقولكش بي كيو، لان اذا ذكر الاعلى اللي هو الايبكس والول ده معناه ان الكهرباء عدت من السبتم، فده رمز مهم قوي بي ار انترفال. في الفيديوهات القادمه هقولك امتى المده دي تقصر وامتى تطول وعلى اساس ايه. طب نكمل كلامنا، خلاص عرفنا ان ده اتريال دي بولاريزيشن والسيجمنت اي في نودل كوندكشن والبي ار انترفال اي في كوندكشن كامل، يعني النودل جزء منه، اكيو سبتم ار ايبكس زائد اتنين وول، اس البوسترو بيزل بارت اوف ذا ليفت فنتركل، ناقص لنا فنتركل ري بولاريزيشن. تعالوا بقى نقول ايه اللي هيحصل في الفنتركل ري بولاريزيشن. اهو هنرسم الرسمه تاني عشان نشوف
الفكرة اهي، هنلاقي في خط. ايه ده؟ خط بعد ال كيو ار اس. خلاص الخط ده اسمه ايه؟ قال لك نهاية الاس اللي هو النقطة دي المفروض ليها اسم، جي بوينت. تمام، وادي هنا السيجمنت بتاعي. بس هما في كل المراجع بيقولوها تجاوزا هذا الخط، اس تي سيجمنت، مهم قوي. طيب دكتور عندنا سؤال، هو الاس تي سيجمنت ده او اي سيجمنت اترسم خط على اساس ايه؟ اقول لك على اساس ايه. لما تيجي تسجل كهربة القلب لازم تحط الكترود. الالكترود ده عبارة عن ابرة كهربية او عبارة عن حاجة كده بنقدر ان احنا نعملها سكويز، يعني عبارة اقولك عن بالونة صغيرة انت تضغط عليها وتثبتها على مكان في التشيست، وبالونة تانية برضو تضغط عليها. بمعنى ايه؟ اقول لك المعنى بمنتهى البساطة، جهاز رسم القلب عبارة عن جلفانومتر حساس. ايوة هو جلفانومتر. وتعالى نفتكر الجلفانومتر من ايام الفيزيكس في ثانوية عامة، ده عبارة عن ايه؟ انت بتحط ابرة هي كهربية هنا الكترود، وابرة تانية كهربية، والابرة دي على فكرة متصلة بسلك داخل في جهاز التسجيل، يعني كل عمود اسود يعتبر ابرة كهربية، والابرتين دول متصلين بدايرة، والدايرة دي هي الجلفانومتر. فكرة الدايرة ان هي جواها مؤشر، المؤشر بيبقى في النص بالظبط، كأنك رايح في عند بقال وتلاقي بتاع زمان، تلاقي المؤشر في النص، اول ما تحط وزنه تلاقي المؤشر ينحرف حسب التقل. هنا التو باندل برانشز بيوصلوا الكهرباء في نفس الوقت، يعني لو انا جيت حطيت الكترود هنا وجيت الناحية التانية وحطيت الكترود، واحد على الرايت فنتركل وواحد جنب الليفت فنتركل والاتنين دي بولارايز دي في نفس الوقت، يعني على الاوتر سيرفس عندك نيجاتيف تشارجز على الناحيتين، هل بالمنطق هتسجل فولتج ديفرنس او فرق جهد بين الاتنين؟ هتقول لي طبعا لا، عشان كده المؤشر يبقى ايه؟ هوريزونتال، مؤشر افقي، ما بينحرفش، مفيش انحراف. امتى ينحرف المؤشر؟ لو ناحية نيجاتيف وناحية بوزيتيف، ناحية فضلت دي بولارايزد وناحية رجعت للري بولارايزيشن، ودي هنعرفها في الفيديوهات الابنورمال القادمة. يبقى الاس تي سيجمنت ده رمز الايه؟ رمز للدي بولارايزيشن اوف بوس فنتريكلز ات ذا سيم تايم، اتكهربنا في وقت واحد واحنا الاتنين نيجاتيف تشارج فما قدرناش نسجل فرق. ده الاس تي سيجمنت. الفيديوهات الجايه هقول لك امتى الاس تي سيجمنت تعلى وامتى الاس تي سيجمنت تقل. اهم فيديو هو الاولاني اللي من خلاله بتعرف الرسمه الطبيعيه اتعملت ازاي. طيب فين الفنتريكولار ريبولاريزيشن؟ اهي اللون الاحمر
رسمت لك موجة، والموجة دي تي ويف، تمثل فينتريكولار ري بولاريزيشن. وهنا سؤال الطلبة كل سنة، يا دكتور الدي بولاريزيشن المفروض عكس الري بولاريزيشن. هقول لك ايوه، طب ازاي اتسجلوا هما الاتنين فوق البيز لاين؟ يعني ايه؟ يعني الار دي بولاريزيشن اوف ايبكس والوول اوف اتنين فنتركل، والتي ري بولاريزيشن اوف ذا فنتركل. ازاي الاتنين عكس بعض واتسجلوا في نفس الاتجاه؟ هنعرف دلوقتي ازاي. بصوا بقى معايا على الفكرة الجميلة، وده اجابة هذا السؤال. المفروض ان ده الول اوف ذا فنتركل، هنقول ده الليفت فنتركل. كلنا عارفين ان الكهرباء المفروض بتمشي من جوه لبره اهي. يعني ايه من جوه لبره؟ المعروف ان اول طبقة من جوه اسمها اندو كارديوم، ثم الطبقة اللي في النص مايو كارديوم، ثم الطبقة اللي بره اي بي كارديوم. دايما اتجاه الدي بولاريزيشن فروم اندو من جوه للاي بي كارديوم. طب ليه يا دكتور؟ لان انت عندك البركينجي فايبرز، الشجرة بتوصل الكهرباء لجوه وبتوصلها بسرعة، فجوه يبعت للإبي. طيب اتجاه الري بولاريزيشن يحصل ازاي؟ قبل ما اقولك يحصل ازاي، في معلومة مهمة لازم تعرفها، ان الري بولاريزيشن في تسجيله يعتمد على البلد فلو، وده مهم قوي. بمعنى الاندوكارديوم تحتيها في بلد فيسلز اهو، والابيكارديوم تحتيه في بلد فيسلز. تقول لي طب وبعدين؟ المفروض ان هنا الجزء اللي انا بعمل له ضد ده اليومن اوف ذا فنتركل، هو ده تجويف الفنتركل. تجويف الفنتركل في بريشر عالي اثناء السيستول، اثناء الفنتركل سيستول في ضغط عالي اتجاه الاسهم، فيعمل ايه في الصب اندوكارديال فيسلز؟ يقفلها مؤقتا اهي، علامة اكس. يعني السيستول العالي عمل صب اندوكارديال اسكيميا، وده مهم، قلل كمية الدم اللي رايحة للاندوكارديوم. طيب يا دكتور، طب الفيسلز اللي تحت الايبيكارديوم هل اتعرضت لضغط عالي؟ الاجابة لا، لان معظم الضغط شيء طبيعي بيكون في اليومن في التجويف في قافل الفيسل اثناء السيستول. يعني معنى كده ان الري بولاريزيشن في اتجاهه هيبقى كده، من الاندو، من الاي بي اسف للاندو، ده اتجاه الري بولاريزيشن. يبقى اتجاه الدي منين؟ من جوه لبر. طب واتجاه الري من بره لجوه؟ هتقول لي برضو، وده ايه السبب اللي خلاهم زي بعض؟ هقول لك السبب كده اتعرف. طب اتعرف ازاي؟ تعالى نعمل مقارنة بين الري وبين الدي بولاريزيشن. الري بولاريزيشن والدي عكس بعض في حاجتين. الحاجة الاولى الشحنات،
charges زي ما احنا عارفين في ايام النيرف. طب والحاجة التانية عكس بعض في الاتجاه في الدايركشن، ودي اللي عرفناها النهاردة. يعني انتوا عكس بعض شحنات واتجاه. وعلمونا زمان ان نيجاتيف النيجاتيف يساوي بوزيتيف. دي قاعدة. نفي النفي اثبات. خلي بالك انا عكسك في حاجتين، فالحاجة التانية هتلغي العكس الاولاني فنبقى زي بعض. زي ما اجي اقول لك ايه، اقول لك ما تجبرنيش ان انا اقول لك ان فلان غلط فيك. طب ما انا قلت لك. يعني نفي النفي اثبات. علشان كده السؤال المهم بتاع الطلبة هو تي ويف دي امتى تتقلب؟ يعني امتى تتعكس؟ اقول لك تتعكس لو الدي والري بقوا عكس بعض في حاجة واحدة فقط. هما طول عمرهم عكس بعض في ايه؟ في التشارجز. طب يا دكتور امتى الاتجاه يبقى واحد؟ عارف يعني ايه الاتجاه يبقى واحد؟ في الري بولاريزيشن يتأخر الايبي كارديوم او يقل كمية الدم اللي رايحاله. طيب هو الايبي كارديوم ده بيتغذى منين؟ كوروناري ارتري، شريان التاجي من بره. لو اتسد الكوروناري ارتري هيقل الفلو اللي رايح للايبي كارديوم. هتقولي بس يا دكتور ما الاندوكارديوم الفيسلز اللي تحته مقفولة مؤقتا. شفت قلت ايه؟ مؤقتا، اثناء السيستول تتقفل شوية بعد كده ترجع تفتح مرة تانية، الفلو فيها يزيد. بعكس الايبي كارديوم اللي عنده مشكلة مرضية، فبالتالي الاندو يسبق الايبي في الري بولاريزيشن. يبقى انا بسبقك في الري واسبقك في الدي، يبقى اتجاه من جوه لبره في الدي بولاريزيشن والري بولاريزيشن بقينا زي بعض في الاتجاه، اختلفنا في حاجه واحده. يبقى ما بقاش نيجاتيف النيجاتيف في الحاله دي موجود، يبقى اذا الفرق اللي ما بيننا هيفضل نيجاتيف، فالتي ويف تتقلب. يبقى شكل التي ويف سيتغير، يبقى بالمنظر ده. ده لو ايه؟ لو بنتكلم على حاله مرضيه او حاجه تانية هنقولها الفيديو اللي جاي. ده النورمال اي سي جي بتاعنا. في نهايه هذا الفيديو عايز اقول جمله. هو في الطبيعي احنا ملاحظين ان تي ويف اعلى في الارتفاع من البي. ليه؟ لان التي دي بتتسجل من الفنتريكل. الفنتريكل يا جماعه ماسل ماس كبيره، وكل ما يزيد الماسل ماس كل ما الويف تعلى. اسالوا الار ويف. عشان كده ساعات يقول لك طب ما تيجي نقارن ما بين التي والبي في الامبليتيود. يبقى في نهايه هذا الفيديو اتكلمنا على الاكسس داون تو ذا ليفت، من خلاله اينتهوفن بنى فكرته العبقريه ازاي يسجل كهربه القلب. بدانا بالبي ويف قسمناها نصين وفهمناه، ثم بي ار سيجمنت يمثل ايفينودال كوندكشن، ثم الكيو اول مكان دي بولارايزد في السبتم، وقلنا طالما from left to right اتسجلت الكيو لتحت، ثم الار ويف ايبكس وول عالي في اتجاه الاكسس ماسل ماس قويه، ثم الاس بوسترو بيزال بارت اوف ليفت فنتريكل،
واتجاه الارتداد لجوه بتاع الكهرباء، والسهم يشاور رايت عكس اتجاه الاكسس. تعال نرسمك لتحت وادي البيزلاين، ثم اس تي سيجمنت دي بولاريزيشن اوف بوث فنتريكلز، فما سجلتش فولتج ديفرنس. ثم تي ويف رمز للفنتريكل ري بولاريزيشن، وعلى الرغم انه عكس الدي ولكن اتسجل في نفس الاتجاه، لان الدي والري اتعكسوا في حاجتين، اتعكسوا في اتجاه الكهرباء بين الدي والري والتشارجز. واتفقنا النهاردة كل ما المصل ماس تصغر يا اما ما تسجلش الكهرباء من المكان ده او تسجله ضعيفة. واتفقنا كمان ان مدة المربع الواحد 4 من 100 ثانية، وارتفاع المربع الصغير الواحد ب 0.1 ملي فولت. واتفقنا ان اي سيجمنت خط مفيش موجة بتتسجل فيه، وكلمة انترفال شاملة الويف. وقلنا ايه الفرق بين بي ار سيجمنت وبي ار انترفال. الفيديو القادم باذن الله هنتكلم ازاي اينتهوفن سجل كهربة القلب، شغل تقني هندسة طبية، الفكرة بدأت ازاي، ازاي طورها، كام رسمة او صورة لرسم القلب، وايه اهمية الرسومات دي كلها، والاكسس اللي احنا اتكلمنا عليه ازاي اينتهوفن حدده عليك، ازاي حدد الاكسس من خلال مثلث، وازاي في صورة رسم القلب اعرف اتجاه الكهرباء في قلبي طبيعي ولا انحرف يمين او شمال.